افتتح معرض القدس بوابة الأرض إلى السماء، والذي يضم 14 فنانا من الفنانين التشكيليين الأردنيين. واشتمل المعرض الذي يستمر لغاية 8 من الشهر المقبل على 41 لوحة فنية مختلفة الأحجام ومتعددة المدارس الفنية، حيث تنوعت في تقنياتها وموادها الخام. القدس بوابة الأرض إلى السماء، معرض فني يعزز من صمود الشعب الفلسطيني، لا سيما في حربه الأخيرة، حيث سمعت ريشة وتصاميم ل14 فنانا وفنانة في معرض يبين أن للفن دور في النضال. هذا دور الفن، لأنه إحنا خاصة بهذه الفترة كان في أثر كبير للصورة، واللوحة جزء من هذه الصورة، واللوحة لها أثر كبير وأثر سريع وأثر قابل للوصول على كل العالم من خلال وسائل التواصل. فإحنا هذا جزء مهم إحنا بنقدمه كفنانين، جزء مهم هو رسالتنا بتقديم الصورة وشرح هذه المعاناة وشرح ما يحصل في فلسطين. أكثر من 40 عملا فنيا رسمت على مسطحاتها مدينة القدس، وعكست تاريخ الأرض التي لا تزال تكافح لطرد المحتل الذي يحاول طمس هويتها. جاء هذا المعرض الذي حمل عنوان بوابة القدس إلى السماء ليؤكد على هوية القدس وعلى عروبتها التي تتعرض للتهويد، وكذلك إلى تشريد أهلنا هناك وتدمير بيوتهم واحتلالها، سواء في حي الشيخ جراح أو سلوان أو غيره في مناطق كثيرة من وطننا في فلسطين الحبيبة. المعرض الذي يتناول القدس بقبابها وكنائسها وعمارتها وحاراتها وأدراجها العتيقة يؤكد على الأهمية التاريخية لهذه المدينة. 20% من ريع المعرض سيصل لفلسطين وغزة تحديدا، في صورة تعكس الرسالة الحقيقية للفن بأنه روح حرة لا يمكن تقييدها. مجد القصير، المملكة، عمان. ومعنا عبر سكايب من عمان منظمة المعرض الفنانة التشكيلية سعاد العيسوي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. نبدأ معك من الفكرة، كيف جاءت فكرة إنشاء هذا المعرض وما هو الهدف منه؟ صباح الخير وشكرا لكم على التغطية العظيمة. فكرة المعرض جاءت نتيجة التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة، نتيجة التغول الإسرائيلي اللي عم بيصير تجاه الفلسطينيين بالقدس. ففكرنا أنه نعمل هذا المعرض ويكون جزء من الريع هذا المعرض لدعم إعادة بناء أو دعم أهلنا بفلسطين. هذا المعرض شارك فيه عملياً أهم الفنانين التشكيليين في الأردن من جيل الرواد مثل رفيق اللحام اللي هو من اللي أسسوا الفن التشكيلي بالأردن، لياسر دويك، لهاني حوراني، لمحمود صادق، هدول يعتبروا من الرواد اللي أسسوا الفن التشكيلي بالأردن. بعدين بيجي الجيل الثاني والجيل الشباب. فحاولنا أنه يكون المعرض بيعتمد على تقنيات مختلفة، على أساليب مختلفة، بس كله بيركز على مدينة القدس بشكل أو بآخر، مآذنها، كنائسها، حاراتها، فوق السور كمدينة. فحاولنا أنه يكون المعرض جامع بتقنيات مختلفة، حتى اللوحات حجم مختلفة، أساليب مختلفة. يعني اللي عم بيصير بفلسطين بيخلي كل الناس يتفاعلوا أو يكون لهم موقف تجاه اللي عم بيصير هناك. نعم، طب ما هي أبرز الرسومات والمعروضات التي يتضمنها المعرض؟ هلأ في مدارس مختلفة بالمعرض، بتلاقي المدرسة الواقعية زي قطناني أو شتية، هدول يعتبروا من المدرسة الواقعية. في المدرسة التعبيرية مثل محمود صادق، مثل غازي نعيم، كمان أساليب مختلفة، فنانين رسموا بالزيت، فنانين أكريليك، فنانين رسموا بالمائي، فنانين عملوا الجرافيك اللي هو الطباعة. فبتشوفي أساليب مختلفة، حجوم مختلفة، حتى رؤية للوحة كمان بطريقة مختلفة. في ناس أخذوا
لاندسكيب للمدينة بشكل عام. في ناس ركزوا على قضايا رمزية مثل المفتاح والحطة وبوابة للمدينة القدس بالوسط. في فنانين كان شغلهم فوتوغراف وبعدين يعني تصوير للمدينة بشكل واقعي، بعدين رسموا على اللوحة. فتقنيات كتير مختلفة والأساليب مختلفة، والرؤية للوحة أو لمدينة القدس كمان مختلفة، لأنه كل واحد يعني نتيجة وجدانه ورؤيته للعمل طلع منه هذا العمل، أو نتيجة الشحنة العاطفية اللي كانت موجودة عنده بهذيك اللحظة تكون عنده العمل اللي قدمه عن مدينة القدس. نعم. طب ما مدى أهمية أن يكون الفن انعكاس للواقع كما في معرض القدس بوابة الأرض إلى السماء؟ هو دائما بيقولوا إنه الفن هو انعكاس للواقع اللي الفنان بيعيش فيه. ففي فنان يعني خاصة الفنانين بفلسطين دائما شغلهم بيعكس القضية بشكل أو بآخر، كان بطريقة رمزية أو بطريقة واقعية. فالفن هو دائما انعكاس للواقع. طبعا في عدة مدارس بهذا الموضوع، بس بالنسبة للقضية الفلسطينية بالذات، الفنانين الفلسطينيين أو الفنانين الأردنيين، مناسبة معرض القدس كلهم يعني رسموا القدس بطريقة واقعية بشكل أو بآخر، رغم أنه في فنانين كان فيها تجريد لوحاتهم اللي هي التعبيرية التجريدية يعني. نعم. فحسب رؤية الفنان يعني كيف بيشوف بنتج اللوحة تبعه. نعم. كيف تم التنسيق لهذا المعرض من ناحية تعدد الزوايا وتعدد المواضيع ما بين 14 فنان تشكيلي؟ هلأ جاليري رؤى للفنون عمره 31 سنة، يعني إحنا أول جاليري فنون بيفتح بالأردن وبيستمر لهالفترة. فيعني علاقة الجاليري بالفنانين علاقة راسخة ودائمة، فبأي نشاط دائما يعني بلبوا لأي نشاط بنقوم فيه. فطبعا مشكورين الفنانين لأنه كله تجاوب وفترة قصيرة يعني ترتب هذا المعرض. فيعني الجاليري وراه تراث كتير طويل بحيث أنه نقدر ننظم فعاليات بسرعة. نعم. طب تم تخصيص ريع أيضا المعرض لمساعدة أهل غزة، ما مدى التفاعل الجماهيري مع المعرض خاصة بأيامه الأولى؟ أحكي المعرض انفتح امبارح، فما بتقدر تحكم، لأنه الناس المقتنين عادة بيجوا على رواء بيشوفوا بفوتوا، فيعني ممكن يمروا يجوا يوم الافتتاح، بس أكيد الاقتناء بيكون بالأيام الثانية. نعم. بس التفاعل عظيم، الحضور عظيم الحمد لله، ويعني تفاعل الناس مع موضوع المعرض والقدس كمان كبير. نعم. كتير عظيم. نعم. شكرا. إذا كانت معنا عبر سكايب من عمان منظمة المعرض الفنانة التشكيلية سعاد العيسوي، شكرا جزيلا لك.